عيد مبارك سعيد. معكم عبد الخالق من مدينه افران، وعيد مبارك سعيد. المهنه جزار، وكنشرفوا هذه المهنه هذه، كنقوموا بالواجب ديالنا على حساب الطريقه الاسلاميه، الذبيحه الاسلاميه بالتسميه. تقريبا هذه المهنه هذه ما يزيد على 20 عام وانا كنزاولها، بحكم كان الوالد الله يرحمه في البطوار، وكنا تعلمنا هذه الصناعه هذه، وكنجيو كنفرحوا الوليدات وكنفرحوا مع العائله هنايا، والحمد لله. الصباح منين تنفيق تنتوضا تنصلي الصلاه ديالي وواحد جوج ركعات صلاه العيد، تندير الدعاء وتنخرج تنتوكل على الله. بالنسبه للناس اللي مرصي معاهم كنمشيو كندبحوا لهم داك الشيء مزيان على حقه وطريقه، الذبيحه الاسلاميه وداك الشيء اللي قال الله سبحانه وتعالى، وكننقيو لهم داك الشيء باش حتى الوليدات كيفرحوا والعائلات كيفرحوا مزيان. اولا هذا العمل اللي كنقوم به كنحبو، انا كنحب هذه المهنه هذه ديال تاك الزرش، وكنبغي نمشي نفرح الناس، لان كيجي واحد ما عارف حتى شي حاجه ما موضيش كيجي كيتكرفس على ديك الضحيه اللي شاري الناس ب 50000 ريال. انا كنمشي كنزاول هذه المهنه ماشي حبا في الفلوس، انما حبا في المهنه، كنفرحوا مع دوك الناس وداك الشيء اللي جاب الله الحمد لله حنا قانعين به. سعيد الجميع المسلمين اللي هما الاسلاميه، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يخف علينا ما نزال، يرفع علينا هذا الوباء باش ترجع ديك الحياه الطبيعيه وترجع الناس كما كانت. وشكرا للجميع وعيد مبارك سعيد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.